Thank you all for being here today. أشكركم على حضوركم اليوم. This was an opportunity for me today. أولا أود أن أشكر السيد الرئيس تبون وكل من استقبلنا بالجزائر على كرم الضيافة وتخصيص وقت للقائي اليوم. And taking time to meet with me today. You see, Algeria shares. إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء، تحديدا منطقة الساحل. لقد أدت الجزائر دورا رياديا في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة. لقد أعربت خلال محادثاتي مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن تقديرنا الكبير لمنحنا فرصة الزيارة وإجراء محادثات معه. فالجزائر تلعب دورا محوريا في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أشكر الرئيس تبون على الدعم الذي قدمته لنا الجزائر وعلى مشاركتها في مناوراتنا الإقليمية. وفي الأخير تحدثنا عن أهمية مواصلة المحادثات وبناء صداقتنا وسبل العمل معا من أجل تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر قوة. شكرا، شكرا لكم جميعا. Thank you all.